مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج البلاد تك. هذا برنامج الذي عودكم على جلب جديد التكنولوجيا، وفي هذا العدد حضرنا لكم في فقرة تكنو وورلد فينجر ريدر، جهاز جديد يساعد الأشخاص فاقدي البصر على القراءة. وسامسونج تكشف عن هاتف جالاكسي ميجا 2، وتتابعون أيضا مميزات هاتف سيسيس لشركة كوندور. أما في فقرة تكنو فان، فيديو حصد مليون مشاهدة على اليوتيوب. وفي فقرة تكنو يسترداي حضرنا لكم باقة من ألعاب جيم بوي القديمة. أما في نهاية هذا العدد وفي فقرة نصيحتكم، سنعرض عليكم بعض الإجراءات المهمة للاستعمال الأول للبطارية. لمعرفة كل هذا وأكثر ابقوا معنا. فينجر ريدر، جهاز جديد قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بصناعته، وهو جهاز يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو العمى من القراءة بدون الاعتماد على طريقة برايل. لنتابع المزيد. قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بصناعة جهاز جديد يدعى فينجر ريدر، وهو الذي سيساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو مرض العمى من القراءة بدون الاعتماد على طريقة برايل. ويعمل فينجر ريدر كماسح ضوئي يرتديه الشخص المصاب في يده، ويقوم بالمرور على الكتابة ليقرأ الجهاز الكتابة الموجودة في الورق بصوت عالي. ويمكن للمستخدم قراءة كل كلمة موجودة في الورقة عن طريق تمرير الجهاز من اليسار إلى اليمين على كل سطر ببطء. واستعمال الجهاز يتطلب صبراً من مستخدميه، حيث يجب المرور على كل كلمة ببطء شديد ليستطيع الجهاز قراءتها. كما أن الصوت الآلي الذي يخرج من الجهاز يبدو متقلباً، ولكن هذا لا يقلل من قيمة فينجر ريدر، والذي سيساعد الكثير من المكفوفين في قراءة ما يحبون دون اللجوء إلى استعمال طريقة برايل. ومن ناحيته يقول نفس المعهد أن الجهاز أداة لكل ضعاف البصر الذي يساعدهم في الوصول إلى النص المطبوع، فضلاً عن المساعدات التي يقدمها في ترجمة اللغات. ولا يزال النموذج في حالة تطوير، ويطمح المعهد أن يصل إلى مرحلة متطورة حيث يمكن من تخاطبه مع برمجية موجودة على الحواسيب أو الهواتف النقالة، كما لم يتم الفصل في السعر الذي سيتم به طرحه في السوق. شركة سامسونج لا زالت تخرج ما في جعبتها من هواتف ذكية، وجالاكسي ميجا 2 آخر إصداراتها بعد معرض إيفا ببرلين. هذا الهاتف يتمتع بالعديد من المزايا، وسعره بين 350 و 450 أورو. تابعوا المزيد في هذه الصور. أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتف جالاكسي ميجا 2 برقم طراز SMG750F عبر صفحتها على شبكة الإنترنت في تايلاند مع المواصفات الفنية الكاملة. هذا الهاتف يأتي كجيل ثاني لهاتف جالاكسي ميجا 6.3 وجالاكسي ميجا 5.8 اللذان أطلقا في العام الماضي. ميجا 2 يحوي على شاشة لمس بحجم 6 أنش، تعمل بدقة 921 ألف بيكسل وكثافة 245 بيكسل في الإنش. معالج بشريحة 4415 إكزينوس رباعية النواة بتردد 1.5 جيجا هرتز، ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 1.5 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجا بايت قابلة للزيادة بواسطة بطاقة ميكرو أس دي، كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بايت، كاميرا أمامية بدقة 2.1 ميجا بيكسل يدعم شبكات الجيل الرابع للهاتف النقال، بطارية بسعة 2800 ميلي أمبير يعمل بالإصدار أندرويد 4 كيت، سعرهما بين 350 و450 أورو. أعلن
أعلنت مايكروسوفت الشروع في بيع جهاز الاستشعار كينكت الخاص بشبكة ألعابها إكس بوكس وان، وذلك بشكل منفصل عن وحدة التحكم لجهاز إكس بوكس. كينكت ينقل الحركات أو الرقص مع الأضواء إلى داخل اللعبة دون الحاجة إلى عصا التحكم أو وحدة تحكم to play the game. أعلنت مايكروسوفت الشروع في بيع جهاز الاستشعار كينكت الخاص بمنصة ألعابها إكس بوكس وان بشكل منفصل عن وحدة التحكم لجهاز إكس بوكس، بعد أن كان الجهاز يأتي ملتصقاً مع جهاز إكس بوكس وان. So, you've come back for more, Ian. Yep, let's do it. This should be good. Let's begin. ومن المفترض أن تبدأ الشركة في بيع الجهاز في 7 أكتوبر بسعر 140 دولار أمريكي. ويتميز كينكت بنقل الحركات أو الرقص مع الأضواء إلى داخل اللعبة، بحيث تكون أنت المتحكم، وهي سهلة الاستخدام ومليئة بالمتعة. كينكت يسمح بأن يدخل جسمك كله في اللعبة. تخيل السيطرة على الأفلام والموسيقى مع حركة من يدك أو كلمة بصوتك. ويأتي بيع الجهاز بشكل منفصل بعد 4 أشهر من طرح مايكروسوفت لجهاز إكس بوكس وان بسعر 400 دولار، وسيكون شراء جهاز الألعاب وجهاز كينكت الخاص به بشكل منفصل أعلى سعراً من شراء الحزمة كاملة. سكان. بلاي. كينكت هو جهاز استشعار فيديو يقوم بتحويل حركات الجسم إلى داخل اللعبة نفسها. لن تحتاج إلى عصا التحكم أو وحدة تحكم للاعب اللعبة. نبقى دائما مع شركة مايكروسوفت التي بدأت بإرسال دعوات للحفل الذي ستقيمه بسان فرانسيسكو في 30 من شهر سبتمبر. وكما أشرنا في العدد الفارط أنه من المتوقع أن تعيد شركة مايكروسوفت أيقونة البدء ستاغ على الصفحة الرئيسية بنظام ويندوز 9 بعد أن تلقت العديد من الانتقادات لإزالتها في نظام التشغيل ويندوز 8. الهاتف الذكي سيسيس هو آخر ما أطلقته شركة كوندور إلكترونيكس الجزائر لينضم بذلك لسلسلة هواتفها، ويعتبر الأخ الأكبر للهاتف سيكات. يعمل الهاتف أيضا بنظام أندرويد جيلي. تابعوا المزيد من مميزاته في هذا التقرير. الهاتف الذكي سيسيس آخر ما أطلقته شركة كوندور إلكترونيكس الجزائر لينضم لسلسلة هواتفها، ويعتبر الأخ الأكبر للهاتف سيكات. يعمل الهاتف بنظام أندرويد جيلي، وسيكون بشريحتين وبمنفذ للذاكرة الخارجية. يمكنك رفع السعة إلى 32 جيجا بايت وشاشة 5 إنش بتقنية EPS بدرجة وضوح 540x960 بيكسل ومعالج رباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز من ميديا تيك بتقنية كورتكس A6 وسعة داخلية 4 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 0.3 ميجا بيكسل بوزن كل 144 جرام، أخف من أخوه الأصغر سيكات. هذا الهاتف الذكي صنع جزائري 100%
لا يتجاوز سعره 20,000 دينار. يسهل على الشباب استعمال الانترنت بتقنية 2G. إذن فعلاً هاتف ذكي جزائري بمميزات عالمية. وبهذا الهاتف ننتقل إلى فقرة تكنوفان، وفيديو سجل نسبة مشاهدة كبيرة، ولكن بعد قليل. إذن في هذه الفقرة كما عودناكم سنعرض عليكم فيديو حصد 1,000,000 مشاهدة، تابعوا المزيد. تابعوا أيضا فيديو رصد اختراع لطلبة إيرانيين يتمثل في سيارة تعمل بطاقة شمسية، وقد صمم هؤلاء الطلاب من جامعة إيزاد في قزوين هذه السيارة العاملة بطاقة شمسية للمشاركة في السباق الدولي للسيارات، أطلقوا عليها اسم هاواين 2. هذه السيارة حصدت 100,000 مشاهدة، لنتابع. طلبة يستحقون التقدير، وسيارة تستحق أن تفوز بالجائزة الأولى. ومن هذا الفيديو الرائع إلى فقرة تكنو يسترداي. نينتندو أو جيم بوي لعبة من منا لم يلعب بها في صغره، لعبة شكلت فترة قديمة من حياة طفولتنا،
لمن يريد أن يسترجع ذكريات الطفولة. تابعوا المزيد في هذه الصور. وبهذه الصور الرائعة وهذه اللعبة القديمة نكون قد وصلنا إلى فقرة نصيحتكم. نصيحة هذا العدد ستكون حول استعمال الأول للبطارية، حيث يجب شحنها جيدا ثم تركها في الحاسوب حتى تفرغ، بعدها استعملها بالطرق المذكورة. في حالة كنت تستخدم الحاسوب فترة طويلة عليك بنزع البطارية والعمل مباشرة بالتيار الكهربائي. شحن البطارية واستعمالها عند الحاجة، مثلا عند تنقل أو عند انقطاع التيار. عدم استعمال البطارية وهي مشحونة مع التيار، لأن كثرة الشحن قد تؤدي إلى الإتلاف. إذا تركت البطارية بدون استخدام لفترة طويلة فيجب تفريغها وشحنها مرة أسبوعيا. شحن البطارية عند نسبة 10%، ولا تتركها تنزل عن هذه النسبة بدون شحن. إذا كانت البطارية مشحونة بنسبة 50% فلا تشحنها حتى تصل إلى 10% كما تم الذكر. لا تعرض البطارية أيضا لأشعة الشمس. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج البلاد تك. أتمنى أنكم استمتعتم معنا واستفدتم بهذه المعلومات. أضرب لكم موعد جديد، مواضيع أخرى وأخبار جديدة. كونوا أوفياء. سلام.